مساكم الله بالخير اخواني واخواتي الطلبه. حبيت ابارك اولا حق طلبتنا المقبولين الجدد في ايرلندا، والله يوفق المستمرين. السلام عليكم ورحمه الله، معاكم اخوكم عايض الهاجري، وحاب اكلمكم بشكل مختصر عن تجربتي مع فريق طلبه طب الكويت في جمهوريه ايرلندا والرابطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وياكم اخوكم محمد ناصر المهندي من الاعضاء المؤسسين لما كان يعرف بالفريق، وكنت نائب للفريق في يوم ما. السلام عليكم، معكم علي قطار ابو صابر، الحمد لله كنت احد اعضاء المؤسسين لهذا الفريق. طبعا حبيت اتكلم عن تجربتي السابقه في الفريق. دخلت رابطه طلبه العلوم الطبيه في ايرلندا سنه 2014، والحمد لله كانت تجربه اكثر من رائعه. العمل التطوعي بلشنا فيه تقريبا من 4 سنين في فريق بسيط، اليوم هو رابطة العلوم الطبية في إيرلندا بحمد الله وبفضل جهود إخواني وأخواتي الطلبة المستمرين فيه. قلتها من قبل وأقولها الحين، أن أكثر شيء أفتخر فيه خلال دراستي في إيرلندا لمدة 7 سنين هو أني كنت جزء من فريق طلبة طب الكويت في إيرلندا والرابطة، وذلك يعود إلى أكثر من سبب. طبعا كانت تجربة وايد حلوة طبقنا فيها، هو العمل الجماعي لتقديم خدمات طبية ثقافية تعويضية خيرية. وكان هدفنا الأساسي هو الارتقاء بمستوى الطالب أكاديمياً وطبياً. أمانة الله شفت أن العمل مع الفريق والرابطة يعطيني الشعور بالرضا أن قاعد أسوي شيء مفيد. سوينا في رحلات إغاثية بحمد الله، سوينا مؤتمرات طبية خدمتنا شخصياً وخدمت إخواني الطلبة. تعلمنا شلون نشتغل كفريق ونبني على أفكار بعض، والحمد لله طلعنا بنتائج نفتخر فيها. ما أتوقع أي شخص من الفريق ممكن يقول أن كان في تأثير سلبي على الدراسة. إذا تبي شيء تقدر توازن وقتك ما بين الدراسة وشغلك مع الفريق. فريق العمل اللي اشتغلت وياه من أول سنة إلى رابع سنة بوجهة نظر يعتبرون من النخبة، ناس مميزة جدا، عندها طموح، عندها أهداف، يشتغلون للطلبة من وقتهم ومن مالهم، فناس مميزين جدا ويعتبرون مكسب شخصي. علمتنا مهارات العمل الجماعي، ودائما أشجع على العمل التطوعي، هو ما راح يأخذ من وقتك. إذا كنت تقدر تنظم وقتك ما بين شغلك في العمل التطوعي وما بين دراستك. طبعا كانت تجربة وايد حلوة، فأنا أنصح أي حد، أي طالب أو أي طالبة عندهم فترة وعندهم الأفكار وودهم يطبقونها وودهم خبرة جديدة تنفعهم في الحياة الأكاديمية بعدين في الحياة العملية المهنية إن شاء الله. من بداية نشأة هالفكرة إلى أن تركت الفريق خذ مجهود، خذ وقت، كان فيها صعوبات ببداية الفريق، ولكن الحمد لله مع الشباب الطيب اللي كانوا ويانا قدرنا نواجه كل هالصعوبات وتغلبنا عليها. اكتسبت مهارة التعامل مع الضغوط أو الإشكاليات اللي تصير، لأن مهما كان فريق العمل لازم تواجه ضغوط عمل، لازم تواجه مثلا في نشاط مو راضي يمشي عدل، في برنامج مو راضي يصير، في إشكاليات تصير، فمهارة أنك تتعامل مع هالإشكاليات حيل مهمة وحيل مفيدة. فأنصحهم أن يدخلون الفريق ويجربون، جات لهم تجربة حلوة إن شاء الله، موفقين في الخير إن شاء الله، وكلكم حبيبي قطار. أنصح أي شخص يفكر إنه يدخل الرابطة إنه ما يتردد، لأنه فعلاً تجربة ما تفوت. الحمد لله الله قدرنا على هالمسؤولية، والحمد لله اليوم قاعد نشوف رابطة، وأقول يعطيكم ألف ألف عافية ومشكور. كل واحد يحب العمل التطوعي، يحب العمل النقابي، يحب العمل مع فريق عمل ويسوون أنشطة وبرامج وشغلات كذي، إنه يشارك وما يتردد. بالتوفيق ويعطيكم العافية. عسى الله يوفقكم يا رب.